بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأت ثورة البحرين أبية ثابتة قوية واعية، تعرف ما رفعت وتعرف لماذا انطلقت، وبعد انطلاقها تثبتت أقدام الثوار أكثر فأكثر، فأصبحت الثورة في كل مكان وأصبح الثوار في كل مكان. الثورة في البحرين وفي أرجائها وفي مختلف مناطقها، والثورة صداها يتردد من خارج البحرين في الإعلام وفي كل العواصم. الثورة في البحرين ليست في الشوارع فقط وفي الأحياء، وإنما الثورة في داخل السجون، أنها ثورة حقيقية. السجناء يثورون ضد القمع وضد البطش وضد الطغيان الذي يمارس عليهم من داخل السجون. ما يئسوا، ولذلك هم في خطوة إضرابهم إنما يستمروا في هذه الثورة. والخليفيون يتطبعون بطبعهم وبأخلاقهم في حرمان هؤلاء من العلاج وفي قمعهم وفي عدم الاكتراث بأوضاعهم الصحية. كم من جريح مسجون، وكم من مصاب مسجون، وكم من معذب يؤن في داخل السجون الخليفية. نتألم لما يجري على إخوتنا في السجون الخليفية، سواء في سجن حوض الجاف أو في سجن جاف. وقد أضرب الأبطال المعتقلون في الأيام الماضية، وأوضاعهم الصحية متدهورة، لكن إيمانهم قوي وعزيمتهم فولاذية وإرادتهم لن تنكسر، وسيكسروا قيد السجان وسينتصرون وسيخرجون. واجبنا نصرة هؤلاء والتضامن مع عوائلهم ورفع مظلوميتهم ورفع صورهم والتحدث عما يعانونه في داخل السجون. السجن واقعا هو مقبرة للأحياء. في هذه الطوامير الخليفية سيسجل التاريخ أن البحرانيين تعذبوا بأيادي الأجنبية، حتى الأيادي الأجنبية لم تراعي فيهم إلا الولاد، وهذه الأيادي الأجنبية فتكت بأبناء وخيرة أبناء شعب البحرين، وفتكت بأعراض شعب البحرين، وتعدت على ليس فقط الحرمات وإنما حتى المقدسات، فهي حاربت المعتقد وأعلنت عداءها لله. وبالتالي نحن في هذه المسيرة من داخل السجن وفي الأحياء وفي المناطق وفي الغربة وبكل الوسائل، في الفن، في الرسم، في الكتابة، بالقلم، بالقبضات الحديدية، بتفعيل المقاومة، سننتصر في يوم من الأيام. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.